الشاشة واضحة. واضحة دكتور. هذا كويس. بدنا بس ننسخ ال struct node. هاي ال struct node. هاي الداتا وهاي النكست هاي نود. هذا بدنا شيء اياه. اوكي هاي عندي كونستراكتر ديفولت كونستراكتر كونستراكتر وذ داتا ايتم. تمام. هلا هاي المين قلنا عرفنا نود نو انتجر ستار هيد ايكوال نال. وبدنا نيجي نعمل اد اد لابعث له الهيد وابعث له ايتم مثلا 10. هلا هو لازم يعرف انه هاي اول ايتم. هو لازم يعرف انه اول ايتم. فإذا أنا إذا كان عندي أنا بهذا الشكل، إذا كان عندي الهيد هيك نل، تمام، أو إذا كان عندي الهيد هيك، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية إنه الهيد هيك وبيأشر على نود، بنقول 10 20. تمام. الحالة الثانية إنه في نودز. طيب الحالة الثانية في عندي A منها، A منها إنه بدي أضيف 5، B بدي أضيف 15، وC بدي أضيف 20، 25. إذا أنا الحالة الأولى إنه يكون عندي الهيد فاضي وبدي أضيف عليه. هلا هون مشان أضيف بغض النظر وين شو الأيتم، معناته هو بدي يكون أول أيتم. تمام. في الحالة الثانية إنه في نودز وبدي أضيف. هلا ما دام في نودز وبدي أضيف، في عندي ثلاث حالات من الحالة الثانية. إما بدي أضيف 5 يعني في البداية، بدي أضيف 15 في النص بين العشرة والعشرين، بدي أضيف 25 في الأخير. إذا كأنه أنا بدي أعتبر كأنه الليست تبعتي مالها مرتبة، أو بدي بناء على الأيتم أحدد موقع، مش شرط مرتبة، المهم بناء على الأيتم أحدد وين وين بدي أضيف الأيتم. فإذا كان 5 معناته بدي أضيفه قبل العشرة، لأن الكيت 10 أكبر من 5 بوقف بمشيش. إذا بدي أضيف 15 العشرة أكبر من 15 لا بمشي، صرت 20 اكبر من 15 بوقف، انا بدي اضيف هون. تمام. بضيف 25 10 اكبر من 25 لا، 20 اكبر من 25 لا، مشيت وصلت النل. تمام. فبعرف اني بضيف في الاخير. اذا هذا الحكي بدنا ندرسه بهاي الشكل. تمام. في اي سؤال؟ خلينا نيجي نشوف كيف بدنا نضيف هاي بول، لأنه ممكن أنا ألك ميموري أخلق ميموري وأضيف، وممكن ملكاش ميموري ما أضيفش، لكن إذا في ميموري لازم أضيف الأيتم. بول آد بدي أخذ مني هيد، آسف نود
من نوع integer star reference by reference لأنه بده يتغير. ليش بده يتغير؟ لأنه ممكن أضيف في الأول فالهيد بده يتغير، وممكن زي هيك يكون null بده يتغير. تمام؟ reference head كما integer item دبعت له الايتم. إذن هاي أنا هاي نديت إذن الـ add function برجع لي true or false، أخذ مني الهيد اللي هي اللينك ليست تبعتي اللي هي pointer to node by reference، والايتم اللي بدي أضيفه. تمام؟ شو بدي أعمل؟ قلنا أنا مشان أضيف تبغون، افرض أنا عندي ليست هيك، بدي أكبرها شوي الليست، هاي الهيد، أوكي، مشان نشوف شو اللي أنا بقصد منه، هاي هيك، وهي آخر واحد مثلاً. خلينا نقول هنا مثلاً 10، هنا 20، هنا 30، هاي 40، هاي 50. بدي أضيف 45. وين لازم يجي ال 45 هذا؟ بين ال 40 وال 50. هاي النود هذا اللي بيأشر، خلقت نود فيها 45 وفي بوينتر بيأشر عليها التمب. بده يجي هون بين ال 40 وال 50. طيب كيف انا بدي افوت هاي النود بين ال 40 وال 50؟ معناته بدي بوينتر هون وبدي بوينتر هون. لازم امسك النود 40 ولازم امسك النود اللي بعدها مشان افوت ال 45 بينهم. فاذا كان هذا، طبعا لاحظوا يعني شو معناته، واحد سابق الثاني، فاذا كان هذا بدي اسميه previous اللي هو السابق، هذا بدي اسميه follow اللي هو اللاحق. طب كيف وصلتهم هون؟ معناته انا بدي ابلش فيهم من هون من عند الهيد وامشيهم تمام، بحيث انه واحد يأشر هون وواحد يأشر هون. فباجي بقول هل العشرة هاي اكبر من 45؟ لا. فشو بدي اعمل؟ بدي احرك البريفيوس والفولو، اثنين بدي احركهم، واحد بس بحيث انه واحد يسبق الثاني، تمام، واحد يلحق الثاني. فكأنه البريفيوس بده يضل هون والفولو بده يصير هون. بردي امسك ال 20 اللي بأشر عليها الفولو، اكبر من ال 45؟ لا، معناته بده يصير البريفيوس هون والفولو هون. بمسك ال 30 اكبر من 45؟ لا، معناته بده يصير البريفيوس هون والفولو هون. ال 40 اكبر من 45؟ لا، معناته بده يصير البريفيوس هون والفولو هون. ال 50 اكبر من 45؟ طلعت. كيف طلعت؟ البريفيوس هون والفولو هون. إذا لاحظوا أنا التقنية تبعتي مبنية على إنه يكون في عندي تو بوينترز ورا بعض بيمشوا، تمام، واحد لاحق الثاني أو واحد سابق الثاني بغض النظر أنه لاحق وأنه سابق، المهم واحد بسبق الآخر. فكيف بيكون هذا يأشر على النود اللي قبل وهذا يكون يأشر على النود اللي بعد؟ فأنا هاي التو نودز، إذا حددت أنا التو نودز اللي بدها تيجي الأيتم تبعي بينهم. لمجرد ما حددت هاي التو نودز بصير سهل عملية اللينكس، أربط اللينكس مع بعض. باجي بقول التمب أرو نيكس بيساوي الفولو، يعني هذا النيكس بطل يأشر هون كأنه صار بيأشر هون بيساوي الفولو، والبريفيوس النيكس تبعته بطل يساوي الفولو، بده يصير يساوي التمب
كأنه هاي بطلت هون، صارت كأنه هون. هيك صار عندي هاي النود تبعتي، لو مشيت فيها على العشرة، العشرة بتودينا على العشرين، على الثلاثين، على الأربعين، الأربعين ودتني على الخمسة وأربعين، الخمسة وأربعين ودتني على الخمسين، والخمسين ودتني على النل. إذا لاحظوا، إذا أنا بلزمني مشان أضيف نود على الليست تبعتي، بدي أعتبر إنه هاي النود بدها تقع بين تو نودز، لازم بلزمني بوينتر على النود اللي قبل وعلى النود اللي بعد، اللي بدي أضيف النود تبعتي بتوين ذم بينهم. واضح هاي النقطة؟ هلا كيف أنا أخلي واحد، أنا بدي أبلش هيك، هاي البريفيوس، هاي البريفيوس بيساوي الهيد، فالبريفيوس كأنه بأشر هون، والفلو بيساوي الهيد، وهي الفلو بأشر هون. طيب البريفيوس بيساوي الهيد والفلو بيساوي الهيد، طب كيف بدي أخلي الفلو يسبق يمشي يسبق البريفيوس، أو البريفيوس يسبق الفلو والفلو يكون بعد البريفيوس؟ حدا بيعرف كيف بدي أخلي الفلو تساوي الهيد أو نيكس؟ الفلو بتساوي الهيد الهيد ارونكس، دائما الفلو بتساوي الهيد ارونكس، بتتغيرش، بتظل الفلو دائما هون تأشر، ما بتتحرك للي بعدها يعني. طب اللي بعدها هو بتصير تزيدها كل لفه يعني. يعني كيف بدي ازيدها؟ ما انت بتقول لي بدي اكله كانه في عندي لوب، لوب وايل او فور بغض النظر، المهم في عندي لوب. هلا بغض النظر شو اللوب هذا، شو الكونديشن تبعه، وين بوقف. هلا انا بلشت البريفيوس بيساوي الفلو، كيف بدي اخلي من خلال هذا اللوب انه الفلو تبقى بعد البريفيوس والبريفيوس قبل الفلو؟ اذا كنت له فلو بيساوي هيد ارونكس، بتظل فلو محلها هون، تتحركش عن هون، بيرجع الوايل. اوكي لما بفوت فلو بيساوي هيد ارونكس، يعني بظل محله هون، هيد ارونكس، هيد ارونكس، ما انزادت، بظل بيساوي الهيد ارونكس، لانه الهيد هون والنكست هون، فبظل الفلو هون. نفرض بوينتر تاني بنساوي بالهيد وبصير يمشي واي لانه مش زيرو. ما هو الفلو هيو بيساوي بالهيد والبريفيوس بيساوي الهيد. لا دكتور، بنعمل البريفيوس الفلو بتساوي البريفيوس ار نيكست. الفلو بتساوي الفلو الفلو بتساوي البريفيوس ار نيكست ولا الفلو ار نيكست؟ البريفيوس البريف. طب ليش مش الفلو؟ ما هي الفلو والبريفيوس بيساوي بعض. ما هو بدك تخلي واحد يمشي قبل الثاني. طيب اذا قلت له البريفيوس ارونكست، وين راح يساوي؟ البريفيوس ارونكست معناته الفلو صار هون. طب والبريفيوس بعدها؟ البريفيوس بتقول له يمشي خطوه يساوي البريفيوس ارونكست، برضه البريفيوس بيساوي بريفيوس ارونكست. ايوه ارو نيكست، صاروا عند بعض، بطل واحد سابق الثاني. هاي البريفيوس، هاي الفلو صار هون، وهاي البريفيوس صار هون، هاي البريفيوس، البريفيوس بيساوي بريفيوس ارو نيكست، النيكست تبعته هون، صار الفلو هون والبريفيوس هون، في وين السابق الثاني؟ برجع على الوايل كمان مره، بصير الفلو بيساوي بريفيوس ارو نيكست، بصير الفلو هون والبريفيوس بيساوي بريفيوس ارو نيكست، بصير هون، بصيروا اثنين اشوا على نفس المحل، استفدتش. شباب كيف انا بدي اخلي فلو يساوي فلو ار نيكست؟ نفس الاشي، هاي فلو، هاي فلو. طيب والبريفيوس؟ فلو بيساوي فلو ار نيكست، صار الفلو هون، والبريفيوس المفروض انه ممنوع يتحرك في البدايه. دكتور اول شيء نحاول نحرك البريفيوس، نعمل الوايل الداتا اقل. نسي الوايل بغض النظر شو الوايل، اوكي ماشي يا ياثر. بعدين بس يوصل البريفيوس بعدين نعمل انه البريفيوس شو بيقول؟ بيكون يعني وصل مكانه مطرح ما انت مأشر، ساوي الهيد البريفيوس.
يا جماعة الخير كمان مرة. أنا بدي أبلش في الكود. بدي أبلش في الكود. هاي بلشت الكود. شو قلت له؟ هاي قلت له اللي previous ها node ها قلت له node من نوع integer star previous فاصلي star head follow. هاي عرفت two pointers. بعدين قلت له previous بيساوي الفولو وبيساوي الهيد. صاروا بيأشروا على هيو بريفيس بيأشر على المكان اللي بيأشر عليه الهيد والفولو بيأشر على المكان اللي بيأشر عليه الهيد. بعدين قلت له وايل. اي دكتور. هلا الوايل هذا بغض النظر شو الوايل الكونديشن تبعه، طبعا اكيد الداتا بدأ له دخل بالداتا تمام. وهون جيت قلت له وايل. هلا تفضلوا. كيف إيه دكتور. ايوه انه نحكي انه previous نفس ما كنا اول شيء انه يساوي previous arrow next والفولو يساوي فولو arrow next مشان تسبقها بخطوه. previous بيساوي بس احنا هون لاحظوا اذا جيت انا قلت زي ما قالت ايه انه previous بيساوي فولو arrow next بصير هون والفولو بيساوي فولو arrow next arrow next. طب افرض ما فيش شي نودز هون كيف بدي اصير يعني نال دكتور. كيف انا بدي اجي اقول له انه ارو نيكست ارو نيكست نال ارو نيكست ما في فراح يضرب. ممكن لما احط الفولو ما احطوش مع البريفيوس احطه بعده بخطوه بصير بس كيف قبل الوايل؟ لا في داخل الوايل جملة إنه هذا الوايل بده يظل هيك شغال بس بحيث انه لما اخرج من الوايل بيكون دائما ها كل ما تحركت الوايل خطوه بيكون البريفيوس قبل الفولو والفولو بعد البريفيوس. ما دام هذا الحكي بده يكون معناته لازم يكون عندي البريفيوس بيساوي الفولو. هلا ما هو البريفيوس بيساوي الفولو مش راح يتغير عليه شيء. بعدين الفولو بيساوي فولو ارو نيكست. إذا لاحظوا البريفيوس بيساوي الفولو، البريفيوس ظل محله هون يأشر. بعدين الفولو بيساوي فولو ارو نيكست، بطل الفولو يأشر هون صار الفولو هون. فصار البريفيوس هون والفولو هون. الوايل اللي بعدها ها بيجي بفحص، شو أنا بفحص؟ بفحص الفولو الداتا تبعت الفولو. أول مرة لما فحصت الداتا تبعت الفولو 10. هل هي أكبر من 45؟ لا. فقلت له حط البريفيوس بتساوي الفولو، فحط البريفيوس بتساوي الفولو ما غير على البريفيوس، كانه شطب قديش البريفيوس بيساوي الادرس هذا، شطب ورد حط نفس الادرس لانه نفس القيمه. بعدين الفولو بيساوي فولو ارونكس، صار الفولو بيأشر هون. طب ارجع على الوايل، الداتا تبعت الفولو، دائما بفحص الداتا تبعت الفولو، اكبر من 45؟ لا مش اكبر من الايتم تبعي. ما دام مش من الاكبر معناته البريفيوس بيساوي الفولو، صار البريفيوس هون. والفولو بيساوي الفولو ارونكس صار الفولو هون. بيرجع الوايل الداتا هاي 30 اكبر من 45؟ لا مش اكبر. البريفيوس بيساوي الفولو صار البريفيوس هون لانه بيساويه. والفولو بيساوي الفولو ارونكس صار الفولو هون. هاي الفولو. شوف لي الداتا 40 اكبر من 45؟ لا مش اكبر. معناته البريفيوس بيساوي الفولو، هاي الفولو هون صار البريفيوس هون. والفولو بيساوي فولو ارونكت صار الفولو هون. ارجع على الوايل شوف لي الداتا، الداتا قديش عندي هون؟ 50 اكبر من 45؟ اكبر. بطلع كيف طلعت؟ البريفيوس هون والفولو هون. لنلاحظوا هذا الوايل لوب مهم جدا مشان احرك البريفيوس ماله قبل الفولو او واحد لاحق الثاني واحد سابق الثاني. اذا هاي الكود تبعي اللي انا بدي استخدمه، هاي الكود تبعي اللي انا بدي استخدمه مشان احركهم، لازم احركهم مشان اصل للديتا اللي بدي اياها تمام. طب لوين اظلني احرك؟ لاحظوا انه اذا مثلا بدي اضيف انا مثلا 100
الخمسين مش أكبر من مية، فبدي أرد أحرك البريفيوس بيساوي الفولو، كأنه البريفيوس هون، والفولو صار بيساوي فولو أرونيكس، صار الفولو نل. إذن أنا مش بس لما الديتا بلك الديتا أكبر زي هيك، ولما بلك الفولو صار إيش؟ نل. إذن هذا الشرط تبعي شرطين، لأنه لما بصير نل فيش النل أرونيكس، بردش أرجع كمان مرة على الوايل أجي أكله فولو أرونيكس. طب ما هو الفولو نل، فيش نل أرونيكس. شو نل أرونيكس؟ ما هو نل يعني بأشرش على إشي، فيش نود فيها نيكست، طب إني أجي أقول فولو أرو نيكست. إذن هذا الوايل في عندي شرطين، يعني كأنه يحتوي على شرطين. الديتا مدام الديتا أقل من الايتم تبعي، ها مدام الايتم تبعي أقل من الفولو أرو ديتا، أو الفولو أرو ديتا أصغر من الايتم تبعي بشتغل، تمام؟ مدام الفولو أرو ديتا أقل من الايتم تبعي بشتغل في الوايل. مش بس هيك، and الفولو لا يساوي null، and الفولو لا يساوي null. إذن كأنه الشرط تبعي هيك، هذا الشرط تبعي لو جيت أمحى هاي بس هاي، وبعدين طب بدي أكتب عليها بيهمش، كأنه ال بدي أجي أقوله while ها الفولو أرو ديتا أقل من آيتم، مدام الفولو أرو ديتا أقل من آيتم and الفولو not equal zero، كأنه هاي الوايل تبعي، كأنه هذا الوايل تبعي، وايل الفولو أرو ديتا أقل من آيتم، مدام الفولو أرو ديتا تبعتي أقل من آيتم، هاي الفولو أرو عشرة أقل من الآيتم، فوت على هذا. مش بس أقل طبعا، والفولو لا يساوي زيرو، شوف لي الفولو لا يساوي زيرو، لا يساوي زيرو، الفولو هون لا يساوي زيرو، الفولو هون لا يساوي زيرو، الفولو هون لا يساوي زيرو. هلا إذا بدي أضيف آيتم مثلا مية بده يضل يتحرك، لأنه أنا ما وصلتش ديتا بعد ديتا 50 أقل من 100، فلما صار الفولو نل بده يطلع and تمام، فهاي صارت ترو وهاي فولس، فالنتيجة النهائية فولس فطلع، تمام. بس في عندي مشكلة إنه أني اللي أحطها بالأول الفولو أرو ديتا ولا الفولو لا يساوي نل، تفرق ولا بتفرقش؟ وليش؟ إذا بتفرق ليش وإذا بتفرقش ليش؟ يعني لو حطيت while follow لا يساوي null and follow arrow data أقل من item، تفرق ولا بتفرق الشباب؟ تفرقش، ما هي and. بتفرقش. طيب أنا بفرجيك أنها بتفرق دكتور، يعني إذا ما الفولو تساوي نال فهو ما فيها ديتا معناته، تمام. فلازم يعني إذا الهيد هيك، إذا الهيد هيك، الهيد بيساوي نال، معناته البريفيوس بيساوي نال والفولو بيساوي نال. فلما أجي أقول له، مش أنا قلت له البريفيوس إيكوال فولو إيكوال هيد، فلما باجي بقول له فولو أرو ديتا، طب نال أرو ديتا راح يضرب هون، نل أرو ديتا راح يضرب، راح يعطيني إيرور هون. لكن لو حطيت هاي بالأول بجي بقول له الفولو لا يساوي نل، لا الفولو بيساوي نل فبيطلع. لاحظوا شباب وانت بفحص هون، إذا هاي ترو لازم يفحص هاي، بس إذا هاي فولس بلزمش يفحص هاي. ولذلك أنا باجي بقول له إذا هاي فولس ما بلزم يفحص هاي، تمام. ولذلك لما أجي أقول له أنا فولو أرو ديتا، طب الفولو نل، نل أرو ديتا راح يضرب. لكن لو حطيت فولو بالأول وايل دعكسهن، هاي محل هاي، هلأ فولو لا يساوي نل، تمام. لا الفولو هون نل بلزم يفحص فولو أرو ديتا، لا خلص ما هاي شورت كات سيركت أخذتها بسي 1 short it is a short cut circuit، هاي بسي 1 أخذناها.
إذا هاي فولس ها الشرط الأول فولس بالأند أند، إذا هذا فولس بالزام يفحص الشرط الثاني أند أند. تمام، ما دام هذا فولس خلص مهما كان هذا ترو ولا فولس بفرقش معاه، ما هو فولس هذا سواء ترو ولا فولس في النهاية النتيجة النهائية فولس، إذا ما بيلزم يفحص الشرط الثاني. ولذلك في الكومبايلر لما مجرد ما لقي هاي فولس الشرط الأول فولس بفحصش الثاني، ولذلك مش راح يضرب على الثاني لأنه ما فحصه. ولذلك مهم أحط هاي الفولو لا يساوي نال في الأول، والفولو أروديتا بالأخير بالشرط الثاني، لأنه لما بيكون الهيد نال والفولو نال تمام ما بلزم يفحص الأروديتا. واضح هاي النقطة؟ فإذا بتفرق أنه في الأول، لانه ممكن زي الحاله الاولى يكون الهيد نل ويكون البريفيوس هون والفولو هون، وهي الفولو برضه بيساوي نل. فاذا جيت قلت له فولو ارو داتا راح يضرب. لذلك شو بجيب اقول له؟ وايل فولو لا يساوي نل، فولو هون لا يساوي نل، لا بيساوي نل، بيطلع بفحصش اللي بعدها، خلص بيطلع من الوايل. واضح؟ طيب لما طلع من الوايل معناته هذا الوايل، بعد ما اطلع من الوايل شو لازم اجي افحص انا؟ لازم اجي افحص الفولو هذا وافحص البريفيوس. اذا البريفيوس بيساوي الفولو، اذا البريفيوس بيساوي الفولو معناته انا وين بدي اضيف؟ بدي اضيف في الاول، يعني ما تحركش، كانه الليست كانه يعني بدي اضيف في البدايه. إذا البريفيوس بيساوي الفولو معناته أنا بدي أضيف في البداية هون. ليش؟ افرض أضيف أنا خمسة، هاي البريفيوس والفولو هون، لما بفوت على الوايل هل الفولو لا يساوي نل؟ آه نعم لا يساوي نل. طيب البريفيوس الفولو أروديتا عشرة، الفولو أروديتا عشرة أصغر من الخمسة؟ لا مش أصغر من الخمسة، طلع. إذا ما فات على هذا، ما حرك لا فولو ولا بريفيوس، ما لعب بالفولو والبريفيوس، ظل البريفيوس والفولو هون. فلما انا طلعت فحصت هل البريفيوس بيساوي الفولو؟ اه بيساوي بعض، معناته بعرف انه هذا الايتم بده يضاف في الاول. كانه الخمسه هذا بيجي في الاول. نفس الشيء هون، لما جيت انا قلت له الفولو لا يساوي نل، الفولو لا يساوي نل، لا بيساوي نل، طلع. معناته كانه الهيد والفولو بيساوي بعض. يعني كأني بدي أضيف في الأول. طب ما هو أول لما بيكون الليست فاضية، ما هو أول نود هو كأنه أول نود وآخر نود، يعني خلص بدي أضيف النود، طبعا بيكون في الأول. شباب إذا أنا لازم أعرف من لما أطلع من الوايل لوب بدي أفحص البريفيوس والفولو، في عندي الحالة الأولى، الحالة الأولى بكتبهن بلون تاني. الحالة الأولى إنه البريفيوس بيساوي الفولو، معناته هاي at first، تمام. هلا else الحالة الثانية إنه البريفيوس ما بيساوي الفولو، الحالة الثانية البريفيوس ما بيساوي الفولو. طب معناته البريفيوس ما بيساويش الفولو، معناته في عندي موقعين اضيف فيه، يا في النص يا في الاخير. وانت بعرف اني بدي اضيف في الاخير اذا الفولو بيساوي نل، لان انا ظليتني ماشي بدي اضيف المية، وصل هون رديت حركت البريفيوس بيساوي هون والفولو صار بيساوي نل، هاي الفولو هون صار نل، تمام. فمعناته بدي اضيف في الاخير، تمام، وبدي اضيف في الاول. هسه بدنا نشوف هل اذا ضفت في الاخير وضفت بالنص نفس السيست نفس الخطوات ولا بيختلفوا؟ اذا نفس الخطوات معناته بدي اعتبرهن حاله واحده، اذا مش نفس الخطوات بدي اميز بينهم. فخلينا نيجي نشوف، اذا كان عندي هون ها بدي اضيف في النص هون، شو جيت قلت؟ بريفيوس ار ها التمب ارو نيكست بيساوي الفولو، التمب التمب ارو نيكست
بيساوي الفولو. تمام. والبريفيوس ارونكس بيساوي تم، هذا في النص. البريفيوس ارونكس بيساوي تم. طيب افرض انا بدي اضيف 100، بضيف الايتم 100، هاي الايتم 100. هاي التم بيأشر عليه. هلا انا مشيت وين الفولو؟ الفولو كان هون. لما وصلت هون 50، ال 50 الفولو ار داتا اقل من 100؟ اقل من 100. مشي شو بدي اعمل؟ البريفيوس صار البريفيوس هون، هاي البريفيوس بيساوي الفولو. بعدين الفولو بيساوي فولو ارونكس، شو صار الفولو؟ صار الفولو زيرو. هي لما برجع على الوايل الفولو لا يساوي زيرو؟ لا بيساوي زيرو، بيطلع. فطلع البريفيوس هون، هيو البريفيوس على ال 50 والفولو نل. فشو بدي اجي اقول؟ ها تمب ارونكس، هذا تمب ارونكس، هاي التمب، النكست زيرو. شو بتساوي الفولو؟ بتساوي زيرو، اذا ما تغيرتش، هي ظلت زيرو، شطب الزيرو حط زيرو. طيب البريفيوس ارونكس، هاي البريفيوس، النكست تبعتها زيرو، بطلت زيرو، شو بتساوي؟ بتساوي التمب، صار بأشر هون. اذا ضافها سواء كانت مش في الاخير او مش في الاخير هون او بالاخير، اذا نفس البروسيس. اذا معناته ما بتفرق اذا كانت في الاخير او مش في الاخير، يعني سواء كان الفولو نال ولا مش نال، بس اكيد البريفيوس لا يساوي الفولو. اذا في عندي حالتين، الحاله الاولى انه البريفيوس بيساوي الفولو، معناته بدي اضيف في الاول. الحاله الثانيه معناته البريفيوس لا يساوي الفولو، مش مهم وين اضيف، نفس البروسيس. طيب الحالة الأولى إني بدي أضيف في الأول، معناته الهيد بده يتغير. شو معنى معناته في الأول؟ معناته الهيد بده يؤشر على التم. إذا لاحظوا ما بدي أعمل هاي. شو معنى بالأول؟ معناها هيك أنا عندي، كأنه هاي عندي أنا خمسة، هاي خمسة، وهاي التم بيأشر عليها. هلا البريفيوس والفولو هيهم بيأشروا هون، لان انا قلت له الفولو لا يساوي نل، لا يساوي نل. طب شوف لي الفولو ارو داتا اللي هي العشرة هاي، اقل من ايتم؟ لا مش اقل من ايتم، طلع. كيف طلع؟ البريفيوس هون والفولو هون بأشر على نفس المكان، يعني قيمتهم واحدة. فحصلت هل البريفيوس بيساوي الفولو؟ بيساوي الفولو، اذا ما فتش على الالس. شو معناته؟ بدي اجي اقول له الهيد هذا بده يتغير. طيب اذا غيرت الهيد ضيعت هاي، لازم اجي اقول له تمب ارونكس بيساوي الفولو. فالتمب ارونكس بدل زيرو خليت هاي التمب ارونكس هون تأشر، هاي الفولو هون صار يأشر هون. بعدين باجي بقول له الهيد، هاي الهيد بتساوي، بديش اياها تأشر هون، بصير تساوي التمب. اذا لاحظوا دائما، ها دائما تمب ارونكس بتساوي الفولو. لاحظ تمب ارونكس بيساوي الفولو، سواء في الاول ولا في النص ولا في الاخير، في جميع الحالات تمب ارونكس بتساوي الفولو. إذا هاي تم بارونكس بتساوي فولو، بلهاش دخل بالشرط، بأي شرط إنه البريفيوس بيساوي الفولو ولا يساوي. دائما تم بارونكس بيساوي الفولو، دائما تم بارونكس بيأشر على الفولو. فإذا كان الفولو هون صار التم بارونكس بيأشر هون، إذا كان الفولو بيأشر على الخمسين هون معناته التم بارونكس صار بيأشر على الفولو، إذا كان الفولو نال صار التم بارونكس بيساوي نال إذا المية. إذا في كل الحالات تم بارونكس بتساوي الفولو. إذا بظل عندي إيش؟ بظل عندي الشرط إنه إذا كان البريفيوس بيساوي الفولو، معناته إذا البريفيوس بيساوي الفولو معناته الهيد بده يساوي التمب، إلس معناته البريفيوس أرونكس بده يساوي التمب. هون الهيد بده يتغير بده يساوي التمب، إلس إذا لا معناته البريفيوس النكس تبعته بيساوي التمب. هون البريفيوس النكس تبعته بتساوي التمب. واضح؟ إذا هيك صارت واضحة عندنا كيف بدنا نضيف أي آيتم. شباب في حدا عنده أي سؤال؟ كمان مرة بدنا ناخذ الحالة الأولى، هاي الهيد نل،
تمام. والحالة الثانية الهيد مش نال. الحالة الثانية فيها ثلاث حالات، الهيد بيأشر على نودز، كنا 10 20 30. الحالة الأولى هاي في عندي حالة A ضيف الايتم 5، الحالة B ضيف الايتم 25 مثلا أو 15 بفرقش، والحالة C ضيف الايتم 50. لاحظوا هذول أثبتنا إنهم نفس الكيس، بلزمهم مش كل واحد كيس لحالهم، نفس الإشي. هاي أثبتنا إنها مختلفة عن هذول الثنتين، تمام؟ فليش؟ لأنه الخمسة هاي بدون غير الهيد، هون الخمسة وعشرين والخمسين ما بدي غير الهيد، بظل الهيد زي ما هو. فكيف أنا بدي أعرف إني بدي أضيف في الأول وغير الهيد، وكيف أنا بدي أعرف إني بديش غير الهيد، تمام؟ وانت بعرف اذا البريفيوس بيساوي الفولو، اذا البريفيوس بيساوي الفولو معناته انا بضيف في الاول، يعني ما تحركت، كانه البريفيوس هون والفولو هون بيساوي بعض، فانا حطيت البريفيوس بيساوي الهيد والفولو بيساوي الهيد، هيهم بأشره هون. هلا الفولو ارو ديتا العشرة اقل من 5، لا مش اقل من 5 طلع، ظل البريفيوس بيساوي الفولو، ما دام البريفيوس بيساوي الفولو معناته انا بضيف في الاول، تمام؟ فكيف عملت؟ غيرت الهيد. طيب معناته النكس تبعت الخمسة بدها تأشر هون، بعدين الهيد بدي أشر على الخمسة، تمام؟ إذا دائما النكس تبعت الداتا تبعتي الايتم تبعي بدي أشر على الفولو، هاي النكس هاي تبع الخمسة، هاي النكس بدي أشر هون. ال 25 النكس بدي أشر هون، بيكون ما هو البريفيوس هون والفولو هون، فالنكس تبع ال 25 بدي أشر على الفولو. الخمسين بيكون البريفيوس هون والفولو نل، معناته النكست تبعت الخمسين بدها تأشر على الفولو يعني نل. إذا لاحظوا دائما النكست تبعت الايتم تبعتي بدها تساوي الفولو، دائما النكست بدها تساوي الفولو، سواء في الأول ولا في الوسط ولا في الأخير، في جميع الحالات، تمام؟ أوكي، إذا خلينا نيجي نشوف كيف بدنا نضيف هذا. هاي الفانكشن بدي أجا كله، بدي اعرف نود من نوع انتجر ستار بريفيوس كوما ستار فولو. هلا بدي اخلي البريفيوس ايكوال فولو ايكوال هيد، كلهم صاروا ياشروا على نفس المكان اللي باشر عليه الهيد. هلا بدي اجي اقول له وايل، بدي احرك وايل، قلنا الفولو not equal null and and الفولو arrow data أقل من الايتم تبعي حرك. شو كنا بدنا نعمل؟ بدنا نعمل لبريفيوس بيساوي الفولو والفولو بيساوي فولو arrow next. تمام، فكأني عملت البريفيوس والفولو هيهم بأشروا هون، تمام. بعدين بدي أجي أضيف خمسة أو بدي أضيف 25 أو بدي أضيف 50، تمام. منشوف هل بتحرك ولا ما تحركش. طب بلكي هون أنا بدي أضيف خمسة وكان هيك، بدي أضيف خمسة أو 25 أو 50 وكان هيك. هلا شو بيكون البريفيوس والفولو؟ نل. لما يجي يفحص وايل فولو لا يساوي نل، لا الفولو بيساوي نل لانه الهيد نل. مش قلنا البريفيوس بيساوي الفولو بيساوي الهيد؟ فطلع طلع شو طلع؟ طلع البريفيوس نل والفولو نل تمام ولا لا؟ فاذا هون لما يطلع بدي اجي افحص هل البريفيوس بيساوي الهيد؟
if يعني بدي اجي كله if the previous equal equal head. قبل ما اجي افحص هذا الحكي كنا الفولو ارو نيكست لما اطلع تمام التمب انا بدخلي كون اسف ما خلقتش انا ما عرفتش هون بالاساس نود نود انتجر ستار تمب بيساوي نيو نود اوف انتجر وبدي ابعث لها الايتم تبعي دخل كلها مكان في الميموري هاي النود اللي بدي اضيفها اذا اول شغلي بدي اعمل نود بدي اعمل نود اعرف بوينتر تمب هذا التمب بأشر على نيو نود فيها الايتم تبعي فاذا كان خمسة معناته هاي خمسة هاي نل طب اذا ما لقيتش ميموري التمب هذا قيمته زيرو فبدي اجي كله اف من الاساس التمب equal equal zero خلص اطلع كملش ما فيش ميموري كيف بدي انا اشتغل واضيف هلا اذا مش زيرو تعال اعمل لي previous of follow يلا مشان نضيفها بدنا نعرف وين نضيفها هاي الايتم اللي انت ضفتها فجيت قلت له while الفولو لا يساوي زيرو and الفولو ارو داتا اقل من الايتم لبريفيوس بيساوي الفولو والفولو بيساوي فولو ارو نيكست تمام طب ما هو اللي بريفيوس هون والهيد كلهم نل فلما اجى قال الفولو لا يساوي نل نل طلع اذا هون لما يطلع بدي اجي افحص هل لبريفيوس ايكوال ايكوال فولو اذا لبريفيوس ايكوال ايكوال فولو ولا لا طيب خلينا نيجي نشوف التمب هاي النكست تبعتها التمب النكست تبعتها شو لازم تساوي لازم تساوي الفولو طب الفولو هون عندي ايش ما هو نل هاي الفولو هون انا لما عرفت بريفيوس وفولو هاي الفولو هون نل والبريفيوس هون برضه نل لانه بيساوي الهيد ما هو الهيد نل فلما اجي اقول له تمب ارو نيكست بتساوي الفولو يعني شطب الزيرو وحط بدالها زيرو كمان مرة ما غيرش اشي يعني طب نيجي نشوف في الحالة هون لما بدي اضيف ال 25 لبريفيوس هون والفولو هون بدي اجي اقول له تمب ارو نيكست النيكست تبعتها بتساوي الفولو معناته بدي اشر هون هذه النيكست بطلت زيرو صارت بتاشر هون طب لو بدي اضيف ال 50 بيكون البريفيوس هون والفولو هيو نل بدي اجي اقول له تمب ارو نيكست التمب اللي بتأشر على الخمسين النكست تبعتها بتساوي الفولو إذا لاحظوا قبل الإف ستيتمنت هون جيت قلت له دائما تمب أرو نكست بتساوي الفولو ملهاش دخل في أي شرط سواء في الأول هون تمب أرو نكست سواء في النص تمب أرو نكست بتساوي الفولو وسواء في الأخير تمب أرو نكست بتساوي الفولو هون في الأول تمب أرو نكست بتساوي الفولو الفولو نل في الوسط تمب أرو نكست بتساوي الفولو الفولو مش نل في الاخير التمب ارو نيكست بتساوي الفولو الفولو نل فاذا هون جيت سالته هل البريفيوس ايكوال ايكوال الفولو اذا البريفيوس ايكوال ايكوال الفولو معناته بدي اضيف في الاول معناته بدي اجي اقول له الهيد بيساوي التمب الهيد بالاول البريفيوس بيساوي الفولو معناته الهيد هذا ما هو البريفيوس نل والفولو نل بيساوي بعض معناته الهيد بيساوي التمب خلي الهيد هذا بدل نل يأشر هون طيب اذا كانت زي هيك في الاول هاي البريفيوس هون والفولو هون وبدي اضيف الخمسه معناته الهيد هذا يأشر على الخمسه بيساوي التمب اذا هون بدي اجي كله الهيد بيساوي التمب طب إلس إذا البريفيوس مش بيساوي الفولو إذا البريفيوس مش بيساوي الفولو معناته بدي أضيف يا هون يا بالأخير معناته البريفيوس أرو نيكست بتساوي التم معناته هاي البريفيوس إذا كان 25 معناته هذا البريفيوس النيكست تبعته بدي يساوي التم هون يأشر على 25 طب إذا كانت ال 50 ما هو البريفيوس هي هون معناته النكست هذا تبع البريفيوس بده يأشر هون على الخمسين فصارت الخمسة وعشرين كأنها هون هي البريفيوس هاي الثلاثين بتأشر هاي العشرين بتأشر على الخمسة وعشرين والخمسة وعشرين بتأشر على الثلاثين إذا كانت هون معناته
30 بتأشر على 50 وال 50 بتأشر على النال. تمام؟ وإذا كانت في الأول الخمسة، الخمسة في الأول معناته تغيرت الهيد، صارت لازم يأشر مش البريفيوس، الهيد. إذا لازم أغير الهيد إذا في الأول. إذا لاحظ أنا عملت الشرط previous equal follow مشان أعرف أغير الهيد ولا لا، فعملت اللي previous equal follow معناته بدي أغير الهيد. إذا لا، إذا لا معناته شو بدي أعمل؟ بدي أجي أقول له اللي previous arrow next، ماليش دام بدي ألعب بالهيد، اللي previous arrow next بيساوي التم. تمام؟ وهيك بكون أنا ضفت، وهيك بكون أنا ضفت في أي مكان. خلينا نيجي نشوف شو رايح يعمل، نمشي هذا الكود على الأوامر هاي. add 10 add head فاصلي 20 add head فاصلي 15 add head فاصلي 5 add هيد فاصلة 55. لاحظوا احنا هون بلشنا هيد بيساوي نال، هاي هيد. هاي نال. عملنا اد هيد للعشرة. بيروح ينادي الفانكشن اد هيد هيت. فبعث له الهيد اللي هو نل، بعث له الايتم اللي هو 10. هلا عملت تمب ايكوال نيو نود، فرجحت عملت هاي تمب، عرفت تمب هاي تمب بأشر على نيو نود، هاي أشر على نيو نود فيها الايتم تبع اللي هو 10. هاي نل، هاي زيرو. Next. هلا جيت قلت له هل التمب بيساوي زيرو؟ لا، التمب اخذ ادرس، احتمال يساوي زيرو، احتمال ضئيل جدا. تمام؟ اذا ما عمل ريتين زيرو. اجى هون عرف لي بريفيوس وفولو، عرف بوينتر بريفيوس وفولو. البريفيوس والفولو بيساوي الهيد، معناته البريفيوس هيك بيساوي نل والفولو بيساوي نل. اثنين بيساوي نل. طيب while follow لا يساوي زيرو، ايه الفولو لا بيساوي زيرو، بيجي بيفحص هاي فولو ارو داتا، خلص هاي فولس، بيطلع بيكملش. لهذا السبب حطينا الفولو هنا لا يساوي نل بالاول. لو حطينا هاي بالاول فولو ارو داتا راح يضرب، لانه الفولو هنا نل، نل ارو داتا، فيش نل ارو داتا. لذلك انا هون حطيت الفولو لا يساوي زيرو. while follow لا يساوي زيرو، لا الفولو بيساوي زيرو، بيطلع ما جاش على هاي. اجى هون تمب ارو نيكست، هاي التمب ارو نيكست على طول، شو بتساوي الفولو؟ طب كداش هي زيرو وكداش الفولو زيرو، كانه شطب الزيرو حط زيرو، ما غيرش شيء يعني. طيب هل البريفيوس بيساوي الفولو؟ اه، هاي البريفيوس زيرو والفولو زيرو، اه بيساوي بعض، معناته الهيد بيساوي التمب، هذا الهيد بطل زيرو صار بيساوي التمب، صار بيأشر هون. لانه باي ريفرنس، ها لانه باي ريفرنس، فرجع تغير الهيد اللي في المين، تغير. تمام؟ خلص رجع على المين. هسا في المين شو بدنا نضيف؟ بدنا نضيف الايتم انوي. اذا ما جاش على هاي الهيد ايكوال تيم، ما جاش على الالس، خلص. هلا بدنا نضيف الايتم انو 20. خلينا نجي نشوف كيف بدنا نضيف الايتم 20. هاي باللون الازرق بدنا نضيفها. اجى قال لي هاي 20 وبعثت له الهيد هاد، ها مش زيرو بعثت له، بعثت له الهيد هاد. تمام؟ طيب
نود ستار تيمب هي عرف لي تيمب، هاي تيمب عرف لي بوينتر اسمه تيمب، وبأشر على نيو نود فيها 20. وهي نال. هل التيمب بيساوي زيرو؟ لا بيساويش زيرو، في ميموري. طيب نود ستار بريفيوس وفولو، عرفنا بريفيوس وفولو شو بيساوي الهيد. فاذا هاي البريفيوس بيأشر هون وهاي الفولو بيأشر هون على نفس المحل اللي بيأشر عليه الهيد. واي الفولو لا يساوي زيرو؟ نعم لا يساوي زيرو الفولو. اند فولو ارو داتا 10 اقل من ايتم اقل من 20، اقل من 20 معناته فات هون. البريفيوس بيساوي الفولو، البريفيوس ضل محله ما تغيرش، تمام. الفولو بيساوي فولو ارو نيكست، الفولو بطل يأشر هون، صار الفولو نل، صار زيرو. بيرجع الفولو لا يساوي زيرو؟ لا بيساوي زيرو، بيطلع ما بيفحص هاي، خلص طلع. لما طلع التيمب ارو نيكست، هاي التيمب ارو نيكست زيرو، شو بدها تساوي الفولو؟ طب ما هو الفولو زيرو، اذا ما تغيرتش، ظلت هاي زيرو ما تغير. طيب هل البريفيوس بيساوي الفولو؟ هاي البريفيوس قيمه والفولو زيرو، بيساوي بعض؟ لا بيساويش بعض، بيجي على الالس. اذا بيجي على الالس. البريفيوس ارو نيكست، البريفيوس هيو النيكست تبعته بطلت زيرو، شو بتساوي؟ بتساوي التم، معناته هذا النيكست صار بيأشر هون. هاي ضفت انا، صارت الليست تبعتي هاي الهيد، ما تغيرش الهيد، هيد 10 وهاي البوينتر صار بيأشر هون على 20 وهاي على الزيرو، تمام. هلا بدي اضيف ايش بعدها؟ 15، هاي 15. فجيت انا هون، اذا هاي الايتم هون 15، هاي لون اخر اصفر، هاي 15. عملت تيمب، هاي تيمب بأشر على نيو نود فيها 15 وهي نل. هل التيمب بيساوي زيرو؟ لا، أخذ أدرس، تمام. طيب بريفيوس وفولو بيساوي الهيد، هاي البريفيوس هون، هاي البريفيوس هون وهاي الفولو هون، بيساوي الهيد لانه هاي الهيد. طيب الفولو لا يساوي زيرو؟ لا يساوي زيرو. طب الفولو ارو داتا 10 اقل من 15؟ اقل من 15. حرك البريفيوس بتساوي الفولو، ظلت زي ما هي البريفيوس، والفولو بيساوي فولو ارو نيكست، صار الفولو هون. برجع، هل الفولو لا يساوي زيرو؟ نعم لا يساوي زيرو. افحص الفولو ارو داتا 20 اقل من الايتم 15؟ لا مش اقل، فبيطلع ال 20 مش اقل من 15، طلع. اذا ما طلع هون. التيمب ارونكس بتساوي الفولو، التيمب ارونكس هذا صار ياشر هون على الفولو، صار بياشر هون. طيب افحص هل البريفيوس، البريفيوس هيو، هل البريفيوس بيساوي الفولو؟ لا، هاي البريفيوس هون وهي الفولو هون، هذا ادرس وهذا ادرس مختلف. اذا بيجي على الالس، شو الالس؟ البريفيوس ارونكس، هاي النكست بطلت هيك، شو بتساوي؟ بتساوي التيمب، فصارت هاي هيك. شو صارت اللي استبعتي؟ هاي الهيد على 10، النكست تبعتها على 15، وال15 تبعتها على 20، وال20 على النل. بعدها بدي اضيف 5، فرحت عملت تيمب، هاي تيمب تأشر على 5 هاي نل، لون اخر لازم اعملها، هاي لون ثاني، هاي زهري. اوكي، هاي 5، هاي التيمب بيأشر هون. هلا بريفيوس وفولو، هاي هم بيأشروا هون، هاي البريفيوس وهاي الفولو. الفولو لا يساوي زيرو؟ نعم لا يساوي زيرو، تمام. الفولو ارو داتا 10 اقل من 5؟ لا مش اقل من 5، بيطلع. كيف طلع؟ البريفيوس هون والفولو هون. بفحص بعدين بيجي بيعمل التيمب ارو نيكست، هاي التيمب ارو نيكست بتساوي الفولو، وين يعني بتأشر؟ بتأشر هون.
بعدين اللي بريفيوس ايكوال فولو، هاي اللي بريفيوس والفولو بيساووا بعض، معناته الهيد هاف بيساوي التيم، بطل الهيد هذا يأشر هون، صار يأشر هون. شو صارت اللي استبعتي؟ الهيد 5، النكس تبعتها 10، النكس تبعتها 15، النكس تبعتها 20، النكس تبعتها 0. واضح شباب؟ بضل لنا نضيف 50، 50 هاي تيمب، هاي لون آخر، هاي أخضر، هاي تيمب، هاي 50، هاي تيمب. بعدين عرفنا بريفيوس وفولو، هاي البريفيوس الهيد، هاي البريفيوس هون، وهاي الفولو هون. الفولو لا يساوي زيرو، نعم لا يساوي زيرو، بأشر على الخمسة. الفولو أرو ديتا خمسة، أقل من 50، أقل من 50، معناته البريفيوس بيساوي الفولو بتحركش، والفولو بيساوي فولو أرو نيكست، مع النيكست صار الفولو هون. برجع الفولو لا يساوي زيرو، نعم لا يساوي زيرو، تمام. الفولو أرو ديتا 10، أقل من 50، أقل من 50، معناته البريفيوس بيساوي الفولو، صار البريفيوس هون، والفولو بيساوي فولو أرو نيكست، مشى مع النكس، صارت الفولو هون. الفولو لا يساوي زيرو، نعم لا يساوي زيرو. الفولو أرو ديتا 15، أقل من 50، أقل من 50، معناته البريفيوس صار هون، والفولو بطل هون، صار بيساوي الفولو أرو نيكست، صار هون. الفولو لا يساوي زيرو، نعم لا يساوي زيرو. طيب الفولو أرو ديتا 20، أقل من 50، أقل من 50، معناته البريفيوس صار بيساوي الفولو، صار هون البريفيوس، والفولو هذا صار فولو أرو نيكست، صار الفولو بيساوي نل. برجع الفولو لا يساوي زيرو، لا الفولو بيساوي زيرو. طلع لما طلع التيمب أرو نيكست، هاي التيمب أرو نيكست زيرو، شو بتساوي الفولو؟ طب ما هو الفولو زيرو، ظلت زيرو زي ما هي، ما غيرش شيء هون. هل البريفيوس بيساوي الفولو؟ لا ما بيساوي، ليش؟ لأنه الفولو نل، تمام، والبريفيوس هيو هون بأشر، إذا ما بيساوي بعض. فبيجي على الإلس، شو الإلس؟ بريفيوس أرو نيكست، هاي البريفيوس أرو نيكست بطلت نل، شو بتساوي؟ بتساوي التيمب، صارت هاي بتأشر هون. فشو صارت عندي؟ هاي الهيد يمشي معها 5 10 15 20 50 ونل. واضح شباب؟ فإذا هيك ضفنا شباب، هيك ضفت أنا أي تايتن بغض النظر وين هو. لو جيت أنا هون قلت له برنت الهيد، جيت عملت هون فانكشن void برنت نود انتجر ستار هيد، وقلت له while الهيد not equal zero see out الهيد أرو ديتا، وعمل فراغ، وبعدين الهيد بيساوي هيد أرو نيكست، وهون عمل سي أوت اند لاين. فلو جينا عملنا ران، فراح يطبع لي 5 10 15 20 55، 5 10 15 20 55. دكتور شاشة الاوتبوت مش مبينة عنا، مش مبينة؟ دقيقة بس. لا دكتور، طيب دقيقة. هاي رن، هلا بينت؟ بينت. اوكي، اي اللي ضفناه 5 10 15 20 55، انه انا بضيف حسب الايتم بالترتيب. شباب في حدا عنده اي سؤال؟ يعطيكم العافيه، في عندنا محاضرات هسه.